نزلت لكم ببوتيكات 4 اشياء انا بستخدمهم يوميا وما بستغني عنهم، لا بدي صعب الموضوع ولا كبر الموضوع. اول شغله نزلتها هي السبلمنت هير سكين اند نيلز، هيدا مالتي فيتامين، في كولاجين من الشارك تيل، في عده فيتامينات مثل المالتي فيتامينز، فيتامين بي، شويه بايوتين، كولاجين، سيلينيوم الى اخره. كل هالاشياء تشتغل على شغلتين، نمبر 1 بتوقف تساقط الشعر، نمبر 2 بتنمي الشعر. انا شخصيا فينا نقول عم نستعمله من شهر 11 هيديك السنه، ما وقفته، ما رح وقفه، ليه بدي وقفه؟ شيء منيح لإلي لشعري، ليه بدي وقفه؟ ما بيفتح الشهيه وما بينمي الشعر على وجهي او على جسمي، وانا عامله ليزر والحياه طبيعيه، فبنصح فيه وبقوه، موجود ببوتيكات نات بسمه، رح احط لكم صورته. الشغله الثانيه اللي حطيت لكم اياها بالبوتيك هي الايفو جرينز. انا الايفو جرينز بحترمه لانه ساعدني في بروبايوتكس بكميه هائله وبتساعد لل يعني فور دايجستشن، في ماكا بيعطي طاقه، في خلاصه الرمان اللي بيحرق دهون وبنفس الوقت بيعطي حيويه للجسم وللبشره، في سبيرولينا اللي هو انتي اوكسيدنت. واخر شغله بدي احكي عنها كمان نزلتها هو الايفوجين لايبوسايد وايفوجين كارنيجين. اللي بيتذكر ويتابع بيعرف انه انا قبل النادي في انينه مي بيكون لونها على زهر وردي، بحط منها سكوب لايبوسايد وسكوب كارنيجين. شو بيعمل؟ بيقصف الدهون، المناطق الصعبه، باي باي، طبعا مع رياضه ومع اكل صحي. بيعطي طاقه قبل النادي غير طبيعيه، وانا عم بلاقي الفرق لانه انا هلا عم بتمرن الصبح من دونه لاني صايمه وعم بحس بالفرق. قبل كنت طير فراشه، هلا سلوث، فكتير في فرق. غير هيك بيسد الشهيه، ما بيحسسكم بالأرق أبدا، بيعطي طاقة حلوة اللي بتحسوا أنه بتقدروا تكملوا بالنادي، بتقدروا تكسروا الدنيا. فهن الاثنين بخلطهم مع بعض، سكوب بسكوب بأنينة مي، وشوفوا الفرق.